تحياتي لحضراتكم من جديد. يعتبر قطاع الكهرباء أحد أهم القطاعات التي تلمس المواطن العادي، إلى جانب أهمية هذا القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه وزيادة نسبته بتدشين المزيد من المشروعات القومية الكبرى، والتي تحتاج لاستدامة الطاقة في مصر، كما تحتاج لبنية تحتية قوية تحقق هذا الهدف. وخلال العام الماضي ومطلع العام الجاري شهد قطاع الكهرباء الكثير من العام الجاد والعمل الجاد فيه، الذي ساهم في رفع كفاءة قطاع الكهرباء في مصر وتحقيق وفرة من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها البلاد بالطبع. دعونا نتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذا القطاع المهم في مصر، قطاع الكهرباء، مع دكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. يا دكتور أيمن صباح الخير. صباح النور. طبعا بنتكلم على الكهرباء، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. احنا هنا في المقدمه كنا بنتكلم على اخر السنه اللي فاتت وبدايه السنه دي، لكن انا حابه ابدا مع حضرتك قبل كده بشويه، العصر المؤلم بالظبط كده. يعني احنا بنتكلم في اخر 2013 كانت مصر كلها بتعاني من القطاع ده، من تدهور كان ملحوظ، و 2014 بدات الدنيا تتحسن تدريجيا. ايه اللي حصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو اللي كان بتعاني منه مصر كان بادئ من قبل كده بشويه، كان من 2008 كمان. بس كانت التخفيف بس الذروه كانت 2012 2013، ما كانش المدن كانت حاسه بيه قوي. يعني كان تخفيف الاحمال كان بيبقى على بعض القرى، بعض النجوع، بعض الكفور، المدن مش حاسه بيه قوي. انما كان في 2014 وصلت ذروتها، ان كان وصل تخفيف الاحمال حوالي 6000 ميجا وات تقريبا، يعني 20% من اللي كان متاح. فطبعا ده كان مأساة، وكان يعني عصر ظلام زي ما بيقولوا. كان الاستثمار متأثر جدا، مفيش مصنع هيتعمل وهو مش ضامن ان هو الكهرباء المستمرة. ده احنا كنا لسه بنتكلم مع استاذ سالم وهبي، كان رئيس تحرير الاهرام الاقتصادي السابق، كنا بنتكلم في النقطة دي. الاستثمار كان متأثر جدا بسبب المصانع وانقطاع الكهرباء، فبالتالي كان في خسائر كتيرة جدا. مفيش مستثمر هيجي يحط فلوسه وهو مفيش استقرار في الكهرباء، ودي الكهرباء هي دي الشغل الأساسي بتاعه. كمان كان الضرر لامس كل الناس، على حتى مستوى المواطنين العاديين، الشخصي، على مستوى كمان المستشفيات، وكان في ضرر لمس بعض من الناس والأطفال. فكان الناس ما كانش عندهم أمل قوي في إن ممكن الواقع ده يتغير بسرعة. انما الحمد لله احنا يعني من العجز 6000 ميجا وات في 2014 الحمد لله وصلنا، يعني حتى ب 2018 بنهايه 2018 الى احتياطي يصل الى حوالي 25% اضافي لما هو مطلوب للاحتياجات اللي هي العاديه. فبالتالي انت بنيتي قاعده قويه جدا كانتاج، لان الانتاج ده هو ده اللي خلانا ان احنا نتحرك بقى في حاجات تانية، تطوير شبكات النقل، تطوير شبكة التوزيع، ان انا ارفع مستوى الخدمات، ان انا انظر الى الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، ان انا ادخل مصادر اخرى متعددة اخرى فيما يسمى مزيج الطاقة. انا عايز اوضح لحضرتك ان احنا في خلال الاربع سنين من 2014 ل 2018 ادخلنا كانتاج حوالي 25000 ميجا، يعني تقريبا ضعفنا من الانتاج اللي هو كان موجود لغايه 2014. لما بقى في انتاج الحمد لله مطمئن، وكمان بيشجع الاستثمار ان هو يجي ويضخ استثماراته علشان يعمل مصانع، في استقرار في التغذيه الكهربائيه، خلى ان يبقى كمان ان احنا ننظر الى نطور شبكه النقل. شبكه النقل دي اللي بتدعم بدرجه كبيره جدا المحافظات الصعيد، الاماكن اللي هي بعيده عن مصادر انتاج الطاقه، بالاضافه الى ان بتساعد كمان بدرجه كبيره قوي فيما يسمى الربط. يعني لما بتقوي الشبكه ده بيساعد في ان انت تربطي مع الدول الاخرى. يعني عايزين ناخد مثال بسيط كده بالارقام حتى. في خلال يعني لغايه 2014 كان عندنا من خطوط الجهد الفائق حوالي تقريبا 2300 او اكتر من 2300 كيلومتر. لغايه 2018 العام السابق تم اضافه حوالي اكتر من 2700 كيلومتر لغايه 2018.
متوقع ان شاء الله بنهايه 2019 الرقم دوت يضاعف. فاحنا بنتكلم على من 2000 هنوصل ل 6000. ده شيء ضخم جدا. كان عندنا من فكره اصلا تحقيق اكتفاء كامل للمواطن المصري يصل الى 100%. ده في حد ذاته يعني نقطه ايجابيه ومؤشر ايجابي جدا. ده مش 100% دلوقتي كمان. ده في 100% كمان مستقبليا. يعني عندك 10 15 سنه انت عندك من الخطط وعندك من الانتاج اللي موجود شغال على ان انت ما تنظريش للوقت الحالي او للان. يعني لا، ده انت بتنظري كمان للمستقبل استراتيجيا كمان جدا. ويعني بخصوص حتى الاستراتيجيه كمان، ان لما حضرتك تعتمد كنت بتعتمدي على الغاز الطبيعي بنسبه 90% من انتاج الطاقه الكهربائيه، ولو الغاز الطبيعي مش متوفر بيعمل محدوديه في انتاج كمان الكهرباء. ده خلانا ان احنا ننظر الى ما يسمى مزيج الطاقه، ان ما اعتمدش بس على الغاز. لا، وكمان يعني الرئيس كان ليه تصريح مهم وجه بتحويل مصر الى مركز لتداول الطاقه، يعني الرؤيه الاستراتيجيه كمان في ان مصر كمان تبقى مركز رئيسي لتداول الطاقه. ده اكيد في حد ذاته يعني مهم. يعني بامانه دعم سياده الرئيس للقطاع الكهرباء ده كان، والرؤيه الواضحه ده كان محرك اساسي لكل الجهود، وتبقى في خطوات محدده كلنا بنمشي عليها. يعني من اول توليه للسلطه قال ان الكهرباء ده مساله امن قومي، وبالتالي تحركت كل الجهود وتحولنا من العجز الى ان احنا نلبي ويبقى في عندنا احتياطي. كمان في نفس الوقت ان مصر تكون مركز اقليمي لتبادل الطاقه، ده برضو مش سهل. ليه؟ لان ده بيتطلب شبكه قويه، ان يبقى في علاقات بينك وبين الدول ويامنوا او يطمنوا ان عندك من الكهرباء واستقرار التغذيه الكهربائيه اللي يلبي كل الاحتياجات. عندنا في ربط ما بيننا وبين الاردن، عندنا ربط ما بيننا وبين ليبيا، في مشروع لربط بيننا وبين قبرص اليونان وبالتالي ربطنا مع اوروبا، نربط مع اوروبا. عندنا مشروع ما بيننا وبين المملكه العربيه السعوديه، يبقى ربطنا مع الخليج. عندنا المشروع الربط ما بيننا وبين السودان، ويبقى التالي يبقى احنا ربطنا مع افريقيا، بحيث ان مصر تبقى مركز محوري فعلا للربط بين ثلاث قارات، افريقيا واسيا واوروبا، وكمان يبقى منفذ طبعا ده هيقدم تسهيلات كتيره جدا. لان هو هيساعد كمان الدول الافريقيه ان هم عندهم من الطاقات الكامنه للطاقه المتجدده كميات كبيره جدا، وبالتالي لما يبقى في منفذ لاوروبا من خلال مصر ده بيساعد درجه كبيره جدا الدول الافريقيه انها تنمو، وبتبقى في عندهم تنميه ويستغلوا الطاقات اللي هي المتجدده اللي عندهم، خاصه الدول كلها بتنظر للطاقه المتجدده كانها ان هي المصدر الاساسي ان شاء الله في المستقبل. طيب بالنسبه كمان لانتهاء وزاره الكهرباء من 12 محطه لتوليد الكهرباء واربع محطات محوله لقدره كهربائيه وست مشروعات للخطوط الهوائيه، يعني هذه الانجازات في الفتره الاخيره اكيد هيكون ليها بشكل او باخر نفع ايجابي لقطاع الكهرباء في مصر، مش دلوقتي زي ما حضرتك قلت يعني التوقيت الاني، لا ده كمان في السنين اللي جايه. يعني عايز اقول اوضح لحضرتك ان احنا برضو بالفلوس بالارقام يعني هنا احنا بنتابع كمان يعني على الشاشه دلوقتي هنشوف مع الساده المشاهدين ده بنبان. ده اكبر مشروع يعتبر يعني اكبر مشروع طاقه في العالم، وديت طبعا ده فوربس هي اللي قايله الكلام ده طبعا. 10000 عامل، 32 شركه، اجمالي 1465 ميجا وات، في حوالي استثمارات تصل الى 2 مليار دولار في منطقة أسوان، في منطقة بنبان تقريبا 50 كيلو شمال أسوان. المنطقة اللي موجودة في بنبان بتشهد دلوقتي تغير كبير جدا، يعني كطرق كإمدادات كفرص عمل، بالإضافة إلى ده بيساعد في اللي احنا قلنا عليه الاستراتيجية اللي مزيج الطاقة حتى 2035، مش طاقة شمسية بس، طاقة كمان أيضا رياح. ديت الشبكة الكهربائية اللي هي جهد 500 كيلو فولت اللي احنا قلنا، اللي وضحنا قلنا ان هي كانت لغاية 2014 عندنا حوالي من الخطوط الهوائية ديت حوالي 2000 او اكتر من 2300 كيلو،
ديت ان شاء الله بنهايه ان شاء الله 2019 ان شاء الله هنكون وصلنا تقريبا الى حوالي 6000 كيلومتر، وده في خلال يعني سنوات يعني عديد او بسيطه نحن نحول الشبكه، والشبكه زي ما هي واضحه ان هي بقت مغطيه كل الجمهوريه بكل افرعها، وكمان على تواصل مع كل الدول الجوار في حضرتك ما قلت ان هو دوت التحقيق للرؤيه ان مصر تكون مركز اقليمي لتبادل الطاقه يعني بترول وكهرباء، تداول الطاقه بشكل مظبوط. طيب انا عايزه اقف عند يعني المؤشر ده، ان مجله فوربس مجله امريكيه عالميه ليها يعني باع كبير جدا اعتقد يعني من 1917 في عالم المال والاقتصاد والارقام والكلام ده، اما تبدا ان هي تنشر ده عن مصر وعن الطاقه والكهرباء فيها، ده قد ايه بيعكس نسبه او بيعكس نسبه ايجابيه وكمان مكانه يعني مهمه جدا لمصر بالنسبه لدول العالم؟ هو ده عمل مردود قوي جدا في ايه؟ اول حاجه ان هو خلى جهات التمويل حتى تسعى، كمان هنا تحسين ترتيب مصر في التقارير الدوليه يعني في نفس ده من ضمن التقارير المهمه جدا يعني التقارير يعني 2015 16 17 18 بس تقدمنا قد ايه؟ كان الـ يعني تقريبا تقدمنا حوالي يعني 58 او 56 مركز في الاثنين. التقارير التنافسيه دوت بيتكلم على جوده التغذيه الكهربائيه من 2014 طبعا باين كان متدني خالص، يعني وصلنا الى المركز متقدم جدا 63 مركز بالنسبه لممارسه انشطه الاعمال اللي هو بس 2016 2017 كانت اعلى شويه من 2018 ولا ايه بالظبط؟ لا هي دي انشطه الاعمال لا بالنسبه لانشطه الاعمال ده اخر حاجه اللي هو في 2018 وصلنا الى ان احنا تقدمنا حوالي 89 تقدمنا حوالي 56 مركز. لا بالعكس ده هو فعلا 2018 اعلى لان احنا بنتكلم 88 و89 لكن الرسم ممكن يكون يعني مش يعني مش دقيق قوي، لكنه بالارقام لا تقدمنا جدا في انشطه الاعمال، وده بيتكلم على ان وده بتبقى رساله قويه جدا ان المستثمر بمجرد تقدمه ليه ان هو يطلب الكهرباء كان الاول كان بيبقى فيه مشاكل او يبقى عشان يحصل على الكهرباء ياخد مده طويله جدا، لا دلوقتي بقت بطريقه سريعه جدا، وده بيدي اطمئنان ورساله قويه للمستثمرين. يمكن كنا بنتكلم على الموضوع بتاع بنبان واهتمام العالم دلوقتي كجهات تمويل كمستثمرين قطاع خاص ان هو يستثمر في هذا المجال، وده مجال واعد جدا سواء شمس سواء رياح والاهتمام القوي بان هم الخريطه دي مهمه جدا برضو يعني يا دكتور بالنسبه لمد الكهرباء والطاقه لبعض المناطق زي الساحل الشمالي مثلا زي ما احنا شايفين. شوف حضرتك لغايه 2014 كان الشبكه اللي موجوده هي اللي موازيه للنيل. لو حضرتك تبصي بقى على بنهايه 2019 او المخطط ليها بقى عندنا في الشبكة الأصلية في شبكة موازية ليها اللي هي جنب النيل، بقى في شبكة على الساحل البحر الأحمر خطوط جهد فائق، على الساحل البحر المتوسط في برضو أيضا خطوط جهد فائق. معنى كده هو الخط الأحمر ده هو المعبر، هو ده المعبر عن الشبكات اللي هو الجهد الفائق. الجهد الفائق ديت اللي هي 500 كمان احنا شايفين سينا يعني سينا كمان والدلتا كل المناطق كلها داخله فيها ال 500 كيلو فولت. ليه؟ ال 500 كيلو فولت ديت منها تقدر ان انت تمدي الكهرباء لابعد الاماكن وما بيحصلش فيها فقد كبير، وكمان يبقى الجهد اللي واصل على اعلى مستوى بالجوده المطلوبه. يعني احنا دلوقتي ما بلاش نهتم بس ان يكون توفير بس الطاقه الكهربائيه بالظبط اللي هو يعني مجرد ان احنا نوفر يمكن عشان كده كان المؤشر بتاع جوده التغذيه الكهربائيه ان انا بوصل كهرباء بس بجوده عاليه، ده يهمنا جدا عشان كده. طب هو ايه الفرق ما بين توفير الطاقه وجوده الطاقه؟ ان حضرتك ان يكون عندك كهرباء وصل الكهرباء كويس جدا، بس ان هي بقى تقوم لك الاجهزه اللي موجوده عندك، ان هي تستطيع ان الاجهزه اللي موجوده ما يحصلش فيها دروب وتقدر ان انت ما يحصل مشكله زي ما احنا بنقول كده. لا كمان في اجهزه ممكن لو حصلت تردد او اختلاف في الجهود اللي داخله ممكن تاثر على الاجهزه اللي موجوده. دي حاجه. الحاجه الثانيه مع بعد المسافه عن محطات الانتاج
ده بيخلينا يبقى برضو فيها مشكله. حتى عن دلوقتي عندنا من ما بين اسيوط لغايه اسوان ما فيش محطات انتاج. ده بيغذيه بايه؟ يغذيه بجهود بالخطوط اللي هي الجهد الفقري. احنا شايفين كمان تصور عام لموقع محطه بنبان. طبعا ده يعني ده مشروع يعني عملاق جدا، والعالم بينظر له بمنتهى الاحترام والتقدير كطاقه متجدده. ويمكن عندنا احنا استراتيجيه حتى 2035 ان تكون يعني نسبه المشاركه من الطاقه المتجدده تصل الى حوالي 42%، ممكن تتخطى كمان 42%، في حين ان كان معظم او 90% كان اعتمادنا على الغاز الطبيعي، بالاضافه الى الفحم النظيف، بالاضافه الى النووي، وايضا في غاز طبيعي ولكن نسبته هتقل جامد جدا. هو الكلام ده يخلص امتى؟ سنه كام؟ البنبان ان شاء الله على يعني ممكن على الربع الثالث من 2019 ان شاء الله، يعني قريب ان شاء الله. لا يعني هذا العام ان شاء الله باذن الله احنا دخلنا على الشبكه تجاري، فعلا تشغيل تجاري حوالي 230 ميجا وات، هي اجماليها 1465 ميجا وات. على فكره السد العالي 2100، يعني معنى كده ان ديت في اسوان برضو قدره كبيره مش قدره صغيره. حضرتك كمان يعني كل الكلام اللي بتقوله مترجم اهو على الشاشه. يعني بص حضرتك هي مساحتها حوالي 37 كيلومتر مربع، 32 شركه، وال 32 شركه دولت قطاع خاص، في تعمل حوالي 1465 ميجا وات، الاستثمار حوالي 2 مليار دولار، فرص العمل اللي بتوفرها حوالي 10,000 فرصه عمل. بالإضافة إلى التنمية الشاملة اللي بتتم في رأس الاستثمار اللي حوالين المنطقة، سواء من في مدارس بقت خاصة بالطاقة الشمسية، في فرص عمل بقت متاحة لأهل المنطقة، المنطقة كلها بقى فيها تطوير، فيها زحف كبير جدا للمستثمرين ناحية المنطقة ديت. ويمكن يعني المشروع بتاع بنبان بيترجم ما تم ترسيخه من تشريعات جديده، من سياسات مشينا فيها، اليات حضرتك اي مستثمر بيخش عشان يستثمر في الطاقه المتجدده عندنا من الخرائط اللي بتوضح له الاكثر الاماكن سطوعا للشمس، اكثر سرعه للرياح، دي ابراج برضه شبكه النقل الكهرباء. طبعا يعني بص حضرتك ادي الهرم، ادي برج الجزيره، ده احد ابراج اللي هي عبور النيل، يمكن المسافه بينه وبين البرج الثاني حوالي 900 متر يعني كيلو تقريبا. وده اكتر من برج الجزيره، في برج البرج برضه عبور النيل برضه ارتفاع ضخم جدا. ليه؟ عشان نغذي الشبكه، يعني هي عمليه مش سهله قوي زي ما احنا بنتكلم كده، لا ده مليارات بتستثمر، كمان جهود كبيره جدا، يعني مجموعات عمل في شركات النقل وكل الشركات اللي هي التابعه سواء توزيع انتاج القياده كله شغال عشان يحقق المطلوب والاستراتيجيه اللي مرسومه ان شاء الله. طيب احنا كمان عندنا تحويل خطوط هوائيه، طبعا ده جهد متوسط الى كابلات ارضيه، طبعا ده كان بيعمل ضرر كبير جدا. يعني بص حضرتك الصوره اللي كانت قبل ديت، ده كانت خطوط بالرغم من ان يعني الزحف السكاني هو اللي زحف على المنشات الكهربائيه. هو ده فين يا فندم؟ يعني الصوره دي منين مثلا؟ ده يعني في احد القرى. في احد القرى؟ في الصعيد مثلا ولا في؟ لا في ده في الدلتا على ما اعتقد، يعني مش يعني بس اعتقد ان المشهد ده منتشر في مناطق كتير كتيره جدا. انا عايز اوضح لحضرتك ان الشكل ده حققنا منه، غيرناه حوالي تقريبا اكتر من 900 كيلومتر، حولناه من هوائي اللي هو اعلى المساكن، اعلى المنازل، اعلى المدارس، المستشفيات، الى خطوط مدفونه او كابلات ارضيه، وبالتالي ما بقتش موجوده، يعني ما بقاش فيها ضرر منها. تقريبا الاستثمار اللي كان طبعا بالتعاون مع وزاره التخطيط حوالي 1.7 مليار جنيه. تم صرف حوالي تقريبا مليار جنيه كمرحلة، يعني كانت المرحلة الأولى كانت 700، وبعد كده بدأنا في المرحلة الثانية وصلنا لسه حضراتكم مكملين وشغالين. طبعا ده بالتنسيق مع السادة المحافظين، المحليات، الجهات المعنية، عشان يبقى الأماكن الأكثر خطورة، عشان برضو حارسين جدا على الضرر. زي ما حضرتك شايفة دي خطوط برضو هوائية برضو بتمر أو أعلى المنازل، دي اختفت خلاص، ويعني حتى لما بيختفي
خلاص الكلام ده ضرره ايه بالظبط؟ معلي بقى يعني ضرر مخالفات من نوع تاني. طيب ضرره ايه بالظبط اما ما تكونش يعني قبل التحويل ده؟ لا طبعا بص حضرتك الاماكن ديت ممكن تعرض الى ان يحصل فيها يعني مجال كهرومغناطيسي او ان هو ياثر على الاماكن الموجوده بالاضافه الى قربها من الناس، يعني ممكن يحصل لا قدر الله حرايق، ممكن يحصل ماس، فالحاجات دي كلها بالرغم من هي يعني مناطق سكنيه متكدسه يعني بالرغم من زحف السكان على المنشات ديت، ولكن برضو الحكومه حريصه جدا على ان هي اي ضرر ممكن ان هو يتحول او يزال يعني ما تاخرش. طبعا كلها ده بتكلفه، فمش معنى كده ان الناس برضو تيجي على المنشات الكهربائيه وتبدا تنشئ طبعا منازل ولا حاجه، لا، لان بتاثر على اول حاجه على الناس اللي هي ساكنه تحتيها، بالاضافه الى ان هي بتاثر على الشبكه كمان اللي هي الاماكن اللي هي مغذيه بالشبكه دي، لما يحصل فيها عطل كله هيتعطل. طيب احنا بنتكلم عن وضع واهميه التعاون مع الاستثمارات الاجنبيه، هنا كمان احنا بنتابع برضو بعض المحاولات. ده من ضمن التطوير بقى للمحاولات. المنظر اللي هو اليمين دوت ده القبل كان منظر طبعا يعني غير امن، دلوقتي بقت غرفه مغلقه محكمه مرتفعه عن الارض. عايز يعني نقول مثلا على الشبكات التوزيع بالنسبه للمحاولات احنا واضعين خطه ان شاء الله بنهايه 2019 يكون اضفنا اكتر من 8800 محاول. رقم 8800 محاول رقم ضخم. يعني انهينا تقريبا حوالي اكتر من 6000 محاول تركيبه وتغييره. كمان في نفس الوقت اجمالي الاستثمارات اللي يعني في خلال السنتين اللي فاتوا دولت حوالي 8800 او 300 ده بالنسبه للمحاولات. بالظبط. انما لو بنتكلم مثلا في اعمده خاصه مثلا اعمده اللي هي الجهد الفائق والجهد المتوسط والمنخفض اللي هي بتاع شبكات التوزيع ديت، الاعمده ديت حوالي اكثر من 272 الف عمود. 272 الف عمود اكثر من كده كمان. الموصلات حوالي تقريبا يعني بتتعدى حوالي يعني 48 ألف كيلومتر. أرقام ضخمة طبعا، استثمارات بالمليارات. يعني لما نقول من 2004 لغاية 2017 في الفترة دي اللي تم ضخه في الاستثمار بالنسبة لي للمحطات اللي هي أو للشبكة التوزيع تقريبا 11 مليار، يعني سنويا مليار في خلال السنتين بس اللي فاتوا دولت. 13 مليار في خلال السنتين دولت، صرفنا حوالي تقريبا 22 مليار دولار جنيه. طيب احنا انا عايز اتكلم مع حضرتك يعني على اهميه التعاون مع شركه زيمنز، يعني دي شركه كبيره جدا وفي نفس الوقت اكيد هيبقى ليها انعكاس في مكانه مصر في الاستثمار. الشركه دي تولت انشاء 3 محطات عملاقه في صعيد مصر، تحديدا بني سويف والبرولوس كمان والعاصمه الجديده بتوصل هي الثلاث اماكن ليهم خصوصيه وليهم استراتيجيه كبيره جدا. طيب ليه بقى تحديدا؟ يعني احنا بنتكلم في الصعيد في بني سويف وبعد كده العاصمه الاداريه الجديده علشان العاصمه الاداريه الجديده والمنطقه المحيطه بيها والتنميه الخاصه بيها. والبرولوس ديت في الدلتا والمشروعات الخاصه المختصه بكفر الشيخ والمنطقه المحيطه بمشروعات التنميه. فبالتالي احنا حريصين جدا ان يبقى محطات الانتاج قريبه من الاماكن بتاعت الاستهلاك عشان ما يبقاش فيها فقد. ويمكن حاليا بيتم انشاء محطه في الاقصر تبع برضو لا تبع مش تبع مش تبع سيمنز، ولكنها من ضمن الخطوات الاستراتيجيه علشان ندعم الجزء الخاص بالصعيد. انما فيما يخص طبعا سيمنز، طبعا ده خبره المانيه يعني كبيره جدا. يعني ما تم انجازه في الثلاث محطات في خلال سنتين ونص، ان انت اضفتي 14400 ميجا وات، ده رقم ضخم جدا. باعلى كفاءه. المحطات لما الثلاث محطات العملاقه دول بشغلها لما يبقى شغاله كحمل اساسي، تعمل وفر تقريبا سنويا في الوقود من مليار لمليار و300 مليون دولار سنويا في الوقود. وبالتالي يبقى احنا حريصين ان احنا نشغل اعلى كفاءه
اقل استهلاك للوقود، اقل تكلفه للكيلو وات، بالاضافه الى وده شيء مهم قوي اللي هو ان احنا بندرب كمان الكوادر بتاعتنا، بنحتك بيه تاهيل بحيث ان مصر تبقى فيما يعني هي تستحق كده ان هي بيت خبره العالم كله، وخاصه العالم الدول الافريقيه والدول العربيه بتنظر لمصر ان هي المحرك الاساسي القاطره الاساسيه. لا كمان في تدشين شبكه ذكيه للكهرباء في مصر الفتره مهم اللي جايه. جدا. يعني النقطه دي اخبارها ايه؟ احنا عندنا مشروعات كتير يعني شغالين فيها بالتوازي. انا مش عارفه بصراحه اتكلم في ايه ولا في ايه، بس انا بحاول على قد ما اقدر يعني. يعني هو فعلا زي ما حضرتك اشرت قبل كده ان ما بقاش احنا بنهتم بالانتاج بس، احنا بنهتم كمان بجوده التغذيه. من ضمن جوده التغذيه الخدمات الموجهه للمواطنين. يعني عندنا الشبكه الذكيه علشان نطمن لو حصل عطل اول حاجه على طول تبقى في يعني اصلاح العطل او التبديل على دايره اخرى سريع جدا، يبقى العطل ما ياخدش وقت كبير، بالاضافه الى بتدعم جزء مهم وهو يعني بنسميه اللي هي الجزء الخاص بالاعدادات الذكيه. وده من ضمن الاليات الجديده اللي احنا شغالين فيها علشان يبقى فيها ما فيهاش تدخل عنصر بشري لحساب الاستهلاكات الخاصه بالكهرباء للفواتير للجزء اللي هو يعني في يعني نسبه مش يعني نسبه من الناس بتعاني منها. بدانا بعدادات اللي هي مسبوقه الدفع تعتبر يعني ذكيه الى حد ما طبعا، وصلنا حوالي 7.3 مليون عداد، شغالين في 250 الف عداد ذكي. برضو هو مش عداد ذكي فقط، لا ده عداد ذكي ومتصل بشبكه، متصل بمراكز تحكم فرعيه ومركزيه وبرامج، كل ديت ماشيين فيها بحوالي 250 الف عداد. طيب اسئله المواطنين بقى يعني الخاصه بالعداد الذكي، وفي نفس الوقت بعض الشكاوى في عدم التعامل مع العدادات والكلام ده، الملف ده كبير جدا يعني، بس هحاول ايه يعني نعدي عليه كده. يعني نفهم ازاي الفرق ما بين العدادات المواطن اللي بيتابعنا دلوقتي، وفي نفس الوقت انتوا حضراتكم بتتعاملوا ازاي مع اسئله المواطنين؟ اول حاجه احنا فاتحين اليات كتير جدا لاستقبال اي بلاغات، سواء شكاوى، استفسارات، بلاغات. في خط ساخن؟ خط ساخن 121. 121 ده خط ساخن على مدار 24 ساعه على مستوى كل المحافظات، وكمان سواء من المحمول او الارضي ممكن يتصل 121 بالاثنين. بالاضافه الى موقع الوزاره، وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده. بالاضافه الى البوابه الالكترونيه للحكومه للشكاوى، بالاضافه الى برضو الموقع الخاص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك. العدادات الجديده اللي هي مسبوقه الدفع يعني ما اعتبرش جديده بقى دلوقتي، بقت الناس يعني اعتادت عليها. كانت الاول في تخوف منها، كان في بعض المشاكل منها. دلوقتي الحمد لله احنا وصلنا يعني حوالي 7.3 مليون عداد من اصل تقريبا يعني 30 مليون مشترك. وضعنا اليات جديده علشان شحن الكروت ديت. بنبحث دائما لو في اي شكوى من اي نوع احنا بنستقبلها. يمكن في 121 يعني استقبلنا يعني ما يصل او اكتر من 5.5 تقريبا مليون بلاغ. مش كلهم طبعا خاص بالجزء التجاري، لكن في بلاغات فنيه. عدد دوله يعني عدد سكان دوله. بس احنا قد كده حريصين على الاستقبال كمان الرد. يعني احنا يعني من كتر يعني من ضمن البلاغات الكتير دي جدا طبعا مش كلها بلاغات حقيقيه، في ساعات بيبقى فيها اخطاء في اتصالات مش مظبوطه، ولكنها في النهايه لو حصرناها للجزء الخاص بالبلاغات الحقيقيه احنا تقريبا ردينا، وده نسبه مش يعني مش للاعلام فقط، لا ده فعلا نسبه حقيقيه 99 وحوالي 9.10. طب نسب الشكاوى قلت يعني من بدايه استخدام العداد الجديد لحد دلوقتي بعد ما الناس اتعودت عليه شويه، نسب الشكاوى قلت او التساؤلات؟ يعني فعلا هي بص ان اول حاجه كان في شكاوى من الاعطال الفنيه انقطاعات الكهرباء، دلوقتي الاعطال قلت. كمان في نفس الوقت الشكاوى اللي جايه من العدادات المسبوق الدفع قليله، ما زال هناك شكاوى بعض الشكاوى من العدادات اللي هي التقليديه القديمه، ودي احنا شغالين فيها. يمكن احنا من ضمن البرامج او الاليات الجديده اللي شغالين فيها ان هو برنامج اسمه برنامج قراءه الموحد عشان يضمن برضو عدم تدخل العنصر البشري ودقة القراءات. العدادات مسبوقة الدفع فيها ميزة ان تقدر تحكمي في استهلاك الكهرباء.
من خلال شاشات موجوده في العداد بتحدد انت في انهي شريحه، استهلكت قد ايه، فاضلك قد ايه، وده بيساعدك بدرجه كبيره جدا ان انت تقللي. طبعا ده موجود في العدادات الذكيه بدرجه اكبر بدرجه اسهل. موضوع شحن العداد بيبقى بدرجه برضو اسهل. الجزء الثاني، معظم الناس اللي فعلا تحولت الى عدادات مسبوقه الدفع ما بقاش عندها حته ان الكشاف ما جاش، القراءه مش مظبوطه، لا ده العداد قدامك وانت اللي بتتابع. اي نعم في تفتيش بيمر عشان يتاكد من ان سلامه العداد، ان ما فيش اي لعب فيه، القصه دي كلها، انما ما بقاش في بقى احتياج الى الكشاف او الطريقه التقليديه الموجوده. طيب بالنسبه لنقطه التفتيش، يعني في ناس كتيره قوي تشوف ان المسؤول بيجي عن يعني الفحص والتفتيش ده وبيحط كارت في العداد ومش عارفين هو، طب هو بيحط الكارت ده ليه وبيكشف ايه وبالظبط الدنيا بتمشي ازاي؟ فلو حضرتك توضح ده. هو العداد اللي هو سواء مسبوق الدفع او العداد الذكي، الاثنين بيسجلوا اي، مش عايزين تلاعب، اي فعاليات او اي اجراءات حصلت على العداد. وبتبقى يعني في يعني زي بيانات او حاجات كده بتبقى ظاهره، قراءات يعني بتدل على اذا كان حصل في تلاعب بيبان. اذا كان في جزء مكان في فصل العداد وكان في تخطي للعداد اللي موجود برضه بيبان. الشحن اللي هو متوسط الاستهلاك بتاعه برضه بيبان. كل الحاجات دي كلها التفتيش بيطلع وبيشوف يتاكد من سلامه العداد. سواء ممكن يكون العداد برضه كمان مش مظبوط مثلا، يعني يكون في عيب ولا حاجه يتاكد منه، يبقى بنضمن حق بيوعي كمان المستخدم بان مثلا في قصور في حاجه معينه طبعا. او بحقه اللي هو المفترض. فاحنا هي الاساس ان العدادات ديت وضعت علشان تبقى فيها نوع من الطمانينه ان المواطن نفسه بيدفع المقابل الحقيقي للاستهلاك. يعني اي لعب فيه او اي يعني اجراءات مش مظبوطه هتكتشف. اخر نقطه في المحور ده، بتبقى بشكل دوري عمليه الفحص والتفتيش ده؟ طبعا. يعني كل شهر مثلا ولا ايه بالظبط؟ يعني هو بيبقى فيه يعني بيبقى فيه يعني جولات كتير، في لجان بتنزل تتاكد من يعني صحه او دقه عمل العدادات. طيب انا بحاول طبعا ان انا ايه يعني كل ملف كده احاول ان انا الحق شويه نقاط فيه. طيب مشروع محطه الضبعه النوويه اخبارها ايه؟ حلم النووي في مصر. طبعا هو الحمد لله احنا يعني في خطوات كويسه جدا ماشيين فيها. الفتره الحاليه طبعا من 11/12/2017 كان اللي هو باشاره البدء لتفعيل العقود بحضور سياده الرئيس ورئيس بوتين للاربع عقود المختصه بها. المفاعل هو عباره عن او المحطه عباره عن اربع مفاعلات، كل مفاعل حوالي 1200 ميجا وات اجمالي 4800. متوقع ان شاء الله ان هي تخش الخدمه باذن الله حتى العام المالي 2028/2029. طب احنا فين دلوقتي؟ بالظبط. في المرحله الحاليه في مرحله تحضيريه بتتضمن اخذ التصاريح، ترخيص، الموافقات، كل ما يختص بالتاكد من ان احنا ماشيين في الاتجاه المظبوط وتنفيذ كل الترخيص الموجوده. بالفعل في التقرير المبدئي للامان النووي وصل ومن الشركه اللي هي المقاول الرئيسي وتم مراجعته وبيتم اخذ التراخيص والتصريح الخاصه بالانشاء للمحطه. متوقع ان شاء الله باذن الله اللي على يعني على النصف الثاني من 2020 ان شاء الله تبدا الانشاءات بقى الخرسانيه، وان شاء الله تدريجيا يعني اول مفاعل متوقع ان هو يخش ان شاء الله على 2026، وبعد كده تدريجيا يخش بقيه المفاعلات الى انتهاء اللي دخولها ويتحقق الحلم النووي. طبعا هي المحطه مش بس في المحطه النوويه مش بس في المحطه، لا برضو زي ما اتكلمنا على بنبان، برضو منطقه الضبعه شهدت برضو تغير ايجابي جدا. بقى في مدرسه فنيه خاصه بالاستخدامات السلميه للطاقه النوويه، دي تاني دفعه فيها، ده شيء كويس جدا. الكوادر احنا بنهتم جدا تدريب الكوادر عشان تبقى مصر بيت خبره. بالاضافه الى في استعانه بخبرات اجنبيه بالتاكيد بالتاكيد. يمكن المحطه النوويه اعلى معدلات الامان على مستوى العالم
اعلى كفاءه. المخطط ليها ان شاء الله باذن الله ان هي تكون مثال قوي جدا خاصة للدول الأفريقية والدول العربية اللي هم كلهم برضو رايحين بالضبط. يعني أنا كنت هكلم حضرتك في نقطة المكاسب أو النتائج المنتظرة من المشروع الضخم ده. أول حاجة محليا احنا عندنا من ضمن الاشتراطات أن يبقى فيه مشاركة للتصنيع المحلي من أول مفاعل تصل إلى حوالي 20%، ودي نسبة مش بسيطة، نسبة كبيرة. تدريجيا ممكن تصل إلى حوالي 35% حتى آخر مفاعل. طبعا ده بيؤكد على ان لابد تكون الصناعات اللي هتخش على اعلى جوده. في صناعات حديثه هتبدا تنشا، في صناعات احنا متعودين عليها في الجزء الخاص اللي هو زي المحطات التقليديه، ولكنه ده بيؤكد على ان اصبح بيبقى عندنا خبره نقدر نفيد بيها الدول بقى سواء افريقيا او اقليميا او عربيا. بالاضافه الى اللي هيتم تدريبه من كوادر مش بس في المسألة الفنيه، لا ده خاص بالناس اللي هيشتغلوا في المحطه ان شاء الله. احنا من شويه اتكلمنا عن التعاون مع الشركه الالمانيه زيمنز تحديدا، واتكلمنا عن البرولوس والعاصمه الاداريه الجديده وبني سويف. احنا بنتابع دلوقتي مع حضرتك ومع الساده المشاهدين بعض الصور الخاصه بتوليد الكهرباء. دلوقتي احنا بنتكلم في العاصمه الاداريه الجديده. العاصمه الاداريه الجديده دي يعني تعتبر اكبر محطه من نوعها في العالم. في العالم؟ في العالم. يعني ايه؟ دائما لما نلاقي مثلا المنظر، لا هقول لحضرتك، معظم المحطات الحراريه او اللي بتنتج كهرباء بتحتاج مصدر ميه جنبها عشان يحصل تبريد. في محطه العاصمه الاداريه الجديده التبريد كله هواء، بالهواء في وسط الصحراء. في وسط الصحراء عشان ينتج 4800 ميجا، ده يعتبر ميجا وات، ده يعتبر اكبر يعني من النوع اللي هو التبريد الهواء على مستوى بالكفاءه العاليه تتخطى ال 61% على مستوى العالم. طبعا المحطات الثانيه يعني زملائي بس في الكنترول لو نشوف بعد كده البرولوس دي، البرولوس هتلاقي فيها مصدر ميه جنبها. طبعا دي مساحه ضخمه جدا برضه 4800 ميجا وات، بتخدم بدرجه كبيره جدا المشروعات التنمويه المحيطه بيها. كمان في نفس الوقت بتدعم الشبكه يمكن الثلاث محطات زي ما قلنا دي اعلى كفاءه موجوده. كمان في نفس الوقت تعمل تحقق وفر في الوقود لما بتشتغل كحمل اساسي تصل الى حوالي تقريبا مليار او مليار و300 مليون دولار سنويا. وده قيمه كبيره، يعني الثلاث محطات تكلفتهم حوالي 6 مليار يورو. ففي خلال اربع او خمس سنوات او يعني خمس ست سنوات ان شاء الله يكون الثمن بتاعهم احنا يكون جبناه. طيب بني سويف معانا. بني سويف طبعا ده زي ما شفنا زي ما شايفين برضو جنب برضو مصدر ميه. انا كنت لسه هقول لحضرتك مشابهه شويه للعاصمه الاداريه الجديده، يعني بس بالنسبه مصدر للميه. بالظبط كده. اللي بقى فيهاش طبعا، لا ده مش تبريد هواء، الثانيه هي تبريد هواء بالكامل. انما ديت لا طبعا جنب مصدر ميه، وبالتالي في اختلاف طبعا. في اختلاف طبعا. وجودها كمان في بني سويف يعني تعتبر في صعيد مصر، ده يعتبر برضو مهم جدا لتغذيه. انا ملاحظه من كلام حضرتك يعني قلت بني سويف، يعني ده طبعا بالنسبه للتعاون مع الشركه الالمانيه سيمنز، ولكن حضرتك قلت كمان ان هيبقى فيه في الاقصر. فالاهتمام بالصعيد انا ملاحظه ان في الفتره الاخيره الدنيا بدات تتحرك شويه. دول اهالينا واخواتنا، ويعني احنا في منطقه الصعيد منطقه كبيره جدا واعده بالنسبه للطاقه المتجدده، فيها امكانيات ضخمه جدا لانتاج الطاقه الشمسيه، بالاضافه الى زي ما قلنا ان هي من اسيوط لغايه اسوان مفيش محطات انتاج كهرباء. دلوقتي بدخول المحطه بتاعه بنبان يعتبر ده اضافه، طبعا اي نعم هي طاقه شمسيه ولكنها اضافه للطاقه بصفه عامه. كمان في نفس الوقت الانشاء او احنا تم التعاقد او تم الاجراءات التعاقد مع الشركه لانشاء محطه في الاقصر، بحيث ان يبقى التنميه في صعيد مصر تاخد الخطوات اللي هي المهمه اللي تليق بصعيد مصر.
دكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. حاولنا نمر يعني، حاولت والله أمر يعني على كل محطة كده من إنجازات قطاع الكهرباء، قطاع مهم و محدش يقدر ينكر الحمد لله يعني. الحمد لله ان في انجازات وفيره تمت في الفتره الاخيره، خاصه يعني لو احنا بنتكلم بالورقه والقلم كده من 2015 لحد دلوقتي، وان شاء الله بعد كده لحد 2030 باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. دكتور ايمن انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ودقائق قليله مشاهدينا الكرام والقاكم من جديد، ولكن في نشره اخباريه مفصله تاتيكم في تمام 10 صباحا، ابقوا دائما معنا.